عليكم اخوتي في الاسلام واصدقائي حول العالم وعلى فيسبوك وعلى الانترنت. دلوقتي الساعة حوالي 4:15 صباحا يوم الاثنين. المفروض كنت اعمل لكم فيلم الاكسس القرآن امبارح الحد، ولكن كنت مشغول جدا فما قدرتش بصراحة. ودلوقتي قدامي اقل من ساعتين ان انا اخلص لكم الفيلم ده، الدرس رقم 13 في اكسس قرآن، قبل ما انزل اروح الشغل ان شاء الله. فعشان ما ضيعش وقت هبقى على طول اكسس قرآن. هبدأ معاكم على طول شاشة القرآن العربي. في الأفلام السابقة شرحت لكم كل الزراير اللي جنب كل آية في الجزء اللي تحت ده، وشرحت لكم صفين الزراير اللي فوق دول. النهاردة إن شاء الله هحاول أشرح لكم الخمس زراير اللي تحت دول، على أساس دي زراير سهلة مفيهاش كلام كتير، فممكن أخلصها إن شاء الله في أقل من ربع ساعة. الزرار الأولاني واضح من كلمته، مكتوب عليه بسم، يعني ان انا ابين ايات البسم الله، مش ايات هي او جمل البسم الله او ما بينهاش. طبعا طالما الزرار مش متداس ومش لونه احمر يبقى ايات البسم الله مش موجودة مع ايات القرآن هنا. وطبعا هتبص تشوفوا عدد الايات 6236، يبقى ايات البسم الله مش موجودة. الزرار ده من نوع اون اوف زي زرار النور، تدوسه يفضل متداس ولونه يتغير، تدوسه تاني يوم طالع لفوق ولونه يرجع تاني اسود. ده زرار علامات التشكيل اللي شرحته ليكو في الفيلم القبل السابق. فانا لو دوست دلوقتي هيقوم هو مبين لي ايات او جمل البسم الله، وتلاحظوا ان عدد الايات بقى 3448 لما زاد عليهم 112 جملة بسم الله زائد 6236. الزرار ده دايناميك، يعني بمعنى ان انا لو اقوله مثلا هدور على كلمة الرحمن دي، اوكي، فهعمل مفيش البسم الله مش موجودة دلوقتي، ما مش دايس الزرار، فهدوس دبل كليك على كلمة الرحمن عشان ادور عليها بسرعة. فعمل دبل كليك فجات لي 21 مرة في 21 آية، سوري 21 مرة اللي بالاحمر في 21 آية، عدد الايات اللي على الشمال، والعدد اللي على اليمين ده عدد المرات اللي جيت فيها الجملة او اللي انا بدور عليه. لو انا دلوقتي بعد ما بينت نتيجة البحث دوست زرار بسم الله، يبقى دلوقتي البحث هيحصل له تجديد مع اعتبار جمل بسم الله موجودة في البحث. يبقى المفروض يزود على 21 112 مرة كلمة الرحمن جت فيها، تبقى عدد كلمة الرحمن اللي جت بالبسم الله 133 مرة. فلو دوست بسم الله فهتلاقيه راح عمل ابديت، جت 133 مرة في 133 آية، والرقم بيقبل القسمة على 19. لو عملت دبل كليك 19 في 7، اوكي، وال 19 في 7 غريبة شوية برضو، لان الواحد وثلاثة وثلاثة لما مجموعهم 7، اوكي، فيعني رقم غريب شوية برضو لما تبص عليها، يعني واحد تلاتة وتلاتة وواحد سبعة والنتيجة على 19، 19 في 7، اوكي. فدي بسم الله لو لغيته دلوقتي كلمة الرحمن هترجع تاني 21. يبقى دايناميك زي ما بقول لكم، ان انا لو دوست بيحصل ابديت للبحث اللي انا موجود عندي، ولو لغيته برضو نفس الكلام بيحصل ابديت للبحث اللي موجود عندي في الشاشة. الزرار ده لو تلاحظوا، لو انا دلوقتي رجعت للقائمة الرئيسية ورجعت تاني للقرآن العربي، تلاحظوا ان شاشة القرآن العربي بتبدأ والزرار مش متداس. ليه؟ لان انا من اعدادات البرنامج اخترت ده ان هو يبقى الديفولت، او اللي هو ابدأ دايما بيه. لو رحت لاعدادات البرنامج زي برضو ما بقدر اتحكم في ان انا ابدأ القرآن بالتشكيل او لا، من عن طريق التيك بوكس اللي شرحته لكم ده قبل كده. يعني انا هنا ببدأ القرآن بالتشكيل، لو حطيت الكرسرير هتقول لك في برضو تحت شويه هنا بتقول لك ستارت ويز بسم الله فيرسز، ابدا بجمل بسم الله وهو مش متداس. يعني لو دوست دلوقتي وخرجت من اعدادات البرنامج ورجعت للقران العربي هتلاقوا على طول بسم الله متداسه وعدد الايات 6348. يعني انا ممكن الغيها دلوقتي، بس انا بحب إيه ان انا ابدا دايما من غيرها، ولو عايزها ابدا ادوسها فانا هرجع لاعدادات البرنامج تاني وحلغي ان شاشة القرآن العربي تبدأ بالبسم الله، اوكي. اعمل انتيك للبوكس ده واقفل القفل، مش لازم ادوس سيف هنا، القفل على طول كأنه بيعمل سيف على فكرة. وقفلتها هرجع لشاشة القرآن العربي، تلاحظ ان البسم الله بدأت مش موجودة مع الايات.
هبدأ معاكم الزرار الأربعة دول من على الشمال بقى المرة دي. الزرار A to Z بتقول لك رتب الآيات تصاعدي. طبعا ترتيب الآيات تصاعدي معناه رقم السورة الأول ورتب الآيات فيها تصاعدي، وبعد كده السور اللي بعد كده نفس الكلام، يعني رقم السورة تصاعدي ورقم الآية تصاعدي. فطبعا هتبدأ بالفتحة واحد، الفتحة اتنين، الفتحة تلاتة، الفتحة أربعة، وبعد كده ألف لام ميم، البقرة واحد، البقرة اتنين، البقرة تلاتة، البقرة أربعة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم تلاحظوا إن فيرس رقم واحد، ولكن لو بينت البسم الله هتلاحظوا إن بسم الله الرحمن الرحيم الجمل التانية تلاحظوا إن الفيرس رقم الصفر. دي مهمة جدا في التصميم بتاعي، إن أنا أدي آيات البسم الله الجمل اللي هي في السور ما عدا سورة الفاتحة رقم صفر، عشان كده انا اقدر احددها واسقطها من البحث ولا لا. وفي نفس الوقت ما اقدرش اسقط بسم الله بتاعت الفاتحة لان رقمها مش صفر. اوكي، فلما تلاقوا رقم الآية صفر ما تتلخبطوش، ده رقم البسم الله في السور اللي فيها البسم الله، كأنها جمل مش موجودة مش محسوبة كآيات في القرآن. فتلاحظ ان مثلا البقرة البسم الله رقمها صفر، والف لام ميم رقمها واحد العادي، الشغل هيبدا ماشي عادي تمام. طبعا اكسس قران عارفه ان سوره التوبه ما فيهاش البسم الله، فما بتزودهاش طبعا في سوره التوبه. اوكي، ف هلغي البسم الله دلوقتي عشان اشرح لكم بقيه الزراير، مش هتفرق يعني الغي ولا لا، بس انا عشان انا بحب من غير البسم الله ما عدا الاولانيه بس. فتصاعدي يبقى رقم السوره الاول تصاعدي، وبعد كده رقم الايه، يعني تبدا السور من واحد ل 114 والايات من واحد او من صفر حسب لو البسم الله موجوده ولا لا، وانت طالع لحد نهايه السوره في رقم الايه في النهايه، يعني اخر ايه في السوره. الزرار اللي هنا مش سيبك من اللي في النص دلوقتي اللي هو بيقول رتب الايات اصليا، هشرح لكم معنى الزرار ده دلوقتي اصليا، لكن لما هرجع للتاني بيقول رتب الايات تنازلي، يبقى انا لو دوسته ده هيرجع لي الايات يبدا من بالعكس، يبقى كأن رقم السورة من الأول وبعد كده رقم الآية تنازلي من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس and so on، وانت ماشي لحد آخر آية هتبقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم بتاعة الفتحة، لأن أنا رتبته تنازلي. ناس كتيرة هتقولوا لي إيه الفايدة يعني من الحاجات دي؟ طبعا الفايدة هنا تدبر مش أكتر، يمكن هحتاج أعملها كده بكل بسرعة بدل ما انزل لتحت اقوم مرتبهم جايب اللي تحت فوق على طول واقدر اقرا، يعني هتلاقوا ليها في بعض الاوقات استخدامات ربما تفيد. فهرجع دلوقتي القران تصاعدي، وده البدايه اللي هي الديفولت لكل حاجه، ان رقم السوره الاول وبعدين رقم الايه تصاعدي. فهدوس الزرار ده فرجعت بسم الله الرحمن الرحيم الاول، وانت طالع بعد كده المفروض نازل يعني في الشاشه تصاعدي. اوكي، طبعا مش عايز اقول وانت نازل تصاعدي شكلها ما يعملش سنس، فهي وانت طالع المفروض يعني. اوكي، فيبقى انا على طول اقدر ابدل القران على طول تنازلي او تصاعدي بان انا اضغط الزرارين دول. طبعا الكلام ده ينطبق على بحث، يعني لو انا مثلا قولوا مثلا نتيجه بحث سوره الفلق مثلا، بس اللي في الشاشه اهي سوره الفلق، هرتب تنازلي هيقوم قالبها لي على طول، هرتب تصاعدي هيقوم مرجعها لي زي ما كانت. اوكي، هنفضل برضو في سورة الفرق، وعايز اشرح لكم حاجة مهمة، بلاش سورة الفرق عشان تحت قوي، عشان انا عايز القرآن وابين القرآن كله، خلينا في سورة الفاتحة عشان تبقى في الاول، ما اقعدش انزل واطلع واوجع دماغي يعني واطول في الفيلم. زمان قلت لكم انا ان الزراير الزرقاء اللي هم هنا جنب كل آية دي بقدر انا اتحكم فيها، ان انا اتحكم في ترتيب الايات. فانا لو حباين بس سورة الفاتحة، فانا دلوقتي عايز اعمل فيلم او عايز اعمل مقالة او عايز الايات دي تبقى مترتبة بطريقة معينة وانا ماشي فيهم من فوق لتحت عمال اتكلم، فانا اقدر اتحكم كده. فانا اقوله مثلا الحمد لله رب العالمين هطلعها فوق، فبقت الحمد لله رب العالمين هي الاولى وبسم الله الرحمن الرحيم هي التانية، رقمها فضل زي ما هو، انا ما بغيرش الارقام، رقم الآية فضل اتنين خلوا بالكم، ورقم الآية هنا فضل واحد اهو اللي هو هنا ده إيه، وتلاحظ لو عملت عليها بتقول لك ايه رقم الآية اتنين واحد اتنين، ورقم الآية هنا واحد واحد. لكن اكسس قرآن حفظت اختيارك مؤقتا ان انت عايز الحمد لله رب العالمين تبقى في الاول. اوكي، في ده طبعا ده ينطبق على البحث، لو عندك ايات مختلفه بحث في ايات من سور مختلفه جت في بحث معين تقدر ترتبها برضو بالترتيب اللي يعجبك. اوكي، فانا دلوقتي رتبت الايات بالترتيب ده، ولو خرجت
من الشاشة بس، لو خرجت من اكسس قرآن، اكسس قرآن بترجع كل الآيات زي ما كانت على طول، هي بس بتعتبر ان انت بترتبها ترتيب مؤقت. يعني لو دخلت دلوقتي في شاشة اكسس قرآن، لاحظوا ان الحمد لله فضلت الاول برضو، اوكي، لان انا ده اختياري ولسه ما خرجتش من اكسس قرآن. لكن لو خرجت من اكسس قرآن تماما، يعني هو هبينها لكم، هخرج خالص تماما دلوقتي من اكسس قرآن، هرجع تاني الاكسس قرآن، اكسس قرآن هترجع الآيات زي ما كانت، اوكي، عشان ما يحصلش اي لخبطة، اوكي. اهي القرآن الكريم هتلاحظ هنا بسم الله الرحمن الرحيم رجعت الاول. فانا دلوقتي هنرجع لنفس المثال وابين سورة الفاتحة بس، هطلع الحمد لله رب العالمين فوق، يبقى انا كده التصاعدي والتنازلي ما زالت الحمد لله حافظة وضعها اللي انا اخترته ليها مؤقتا. لو دوست زرار التصاعدي، يعني التصاعدي دلوقتي تلاحظوا فضلت الحمد لله رب العالمين، والتنازلي برضو لو دوست الحمد لله رب العالمين بقت الاخيره دلوقتي بالتنازلي، لان انا غيرت وضعها. الزرار اللي في النص بقى ده هو اللي هيظبط لكم العمليه دي على طول مره واحده، من غير ما انت تحب تفتكر انا غيرت ايه ايه مكان ايه وايه مكان ايه. تقول ايه؟ رتب الايات اصليا. اصليا هنا اللي هو المفروض تصاعدي بعد قبل ما انت تغيرها فوق وتحت. فلما ادوس الزرار ده هيقوم مرجع لي بسم الله الرحمن الرحيم الاول والحمد لله رب العالمين، ويرجعها زي ما كانت اللي هو الترتيب التصاعدي، عشان بس انت ما تقعدش تفتكر انا نزلت دي وطلعت دي، طب ارجع دي هنا وارجع دي هنا. يعني انا مثلا دلوقتي اقول هطلع الحمد لله فوق، وهطلع مثلا ملك يوم الدين فوق الرحمن الرحيم، وهطلع صراط الذين انعمت عليهم فوق اهدنا الصراط الذين، وبعد كده هطلعها برضه فوق اياك نعبد. طبعا انا ممكن ارجع الصورة زي ما كانت، اقعد انزل دي واطلع دي، بس افرضوا انا مش هفتكر اللي انا عملته وهاخد وقت طويل، فالزرار ده على طول رتب الايات اصليا، هيقوم مرتبها زي ما كانت المفروض هي ترتيب تصاعدي. يبقى دول الثلاث زراير اللي هم جنب بعض، رتب الايات تصاعدي، رتب الايات اصليا، رتب الايات تنازلي. الزرار الاخير في فيلم النهارده اللي هو رتب الايات حسب النزول. يعني انا عموما ما بهتمش ان جنرال قوي دي نزلت امتى ودي نزلت امتى ودي ما نزلتش امتى، لكن يهمني في بعض الاحيان ان انا اعرف آية معينة، او على الاقل آية واحدة بس نفسي اعرفها بدأت امتى، او مثلا بعض الايات، زي مثلا عايز اعرف آية اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الآية دي مثلا في سورة المائدة، انا عايز اعرف هل نزلت في الاول ولا نزلت في الاخر. دي برضو معلومة مفيدة ليا في حربي مع عبد الاحاديث الشيطانية، وكلامي هنا مبني على كلامهم هم، يعني انا مش فارقة معايا ده نزل امتى وده نزل امتى، لكن عشان اواجههم هم واقول لهم ان الدين اكتمل بنزول الايات الاخيرة في القرآن طبعا، والنعمة اكتملت، وان احنا ما كناش محتاجين البخاري والاخرين يجوا بعد 200 سنة يدونا نعمة وهدى من عندهم تاني زيادة، الا كان الدين ناقص، الا كانت الآية دي غلط. فطبعا انا كده بمسككم، وانتوا اهو بتقولوا ان الآية نزلت في الاخر، مش انا اللي بقول، اوكي، انا ما اعرفش هي نزلت امتى، انتوا اللي بتقولوا، اتفضلوا هي نزلت في الاخر زي ما انتوا بتقولوا. فانا في وقت ده احب اعرفها، في وقت تاني برضه احب اعرف امتى الايات نزلت، زي مثلا الاحاديث اللي بتتكلم عن نزول اول آية نزلت من القرآن واخر آية نزلت من القرآن. هنا انا ما تفرقش معايا ده اول آية نزلت ولا اخر آية نزلت، اي واحدة، انا ببص على القرآن كجزء متكامل، جزء واحد ما اقدرش افصل فيه، اوكي، كرسالة كاملة اقدر افصل فيه كاجزاء من الرسالة وافصل حاجات معينة كاجزاء بسيطة من الرسالة، لكن ما اقدرش افصل فيه كرسالة كاملة، ما اقدرش هو رسالة كاملة كده من اوله ومن الجلدة للجلدة، اوكي. لكن في احاديث شيطانية بتتكلم عن اول آية نزلت، فرقة معاهم او عايزين يعرفوا اول آية نزلت امتى وامتى اخر آية نزلت، فهنا هقدر انا لا اجمع الاحاديث دي واقدر اشوف زي ما هم بيقولوا مع ترتيب نزول القرآن كلامهم صح ولا غلط. وطبعا هيبقى يفتح ليا مجالات تانية ان انا اواجه الناس عبدة الاحاديث الشيطانية دي عن طريق اكسس قرآن. فانا برمجت كل النزول، صور النزول زي اللي هم عبدة الاحاديث بيقولوها، اوكي، وزودت الزرار ده. فلو الزرار ده لما تدوس في اي وقت من الاوقات هيرتب لك الايات حسب النزول. طبعا لازم تبين هنا القرآن كله عشان تعرف بقى ترتيب الصور، فانا هبين القرآن كله وهقوم دايس الزرار ده، راح جاب لي على طول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وابدأ انزل بقى تحت هتلاقي القلم نزلت بعديها وبعد كده،
المزمل وبعد كده المدثر، وتنزل خالص تحت. طبعا انا بنزل دلوقتي هياخد وقت، لاحظ هنا الترتيب اهو، لكن انا ممكن على طول بكل سهولة ادوس الزرار ده هنا اهو اللي فوق ده، يعني لو عايز انزل لاخر آية على طول اهي، نزل لاخر آية في سورة النصر. لو طلعت فوق دلوقتي التوبة من الآيات اللي نزلت في الآخر، وهتلاحظوا هنا إن المائدة تقريبا نزلت قبل التوبة زي ما هم بيقولوا، يعني في آخر القرآن اللي هي فيها الآية اللي بتتكلم اليوم أتممت عليكم نعمتي، هتلاقوها في سورة المائدة. أوكي في سورة المائدة هتلاقوا الآية دي، واضح إنها هتلاحظوا إنها من الآيات الأخيرة اللي نزلت في القرآن. أوكي في الجزء الأخير المائدة وبعديها التوبة على طول. أوكي وفي بيقولوا النصر نزلت بعد التوبة، أنا كنت مفهومي إن التوبة نزلت في الآخر. أوكي التوبة اهي نزلت في الآخر، لكن هم بيقولوا النصر نزل أوكي بعديها. مش هتفرق معايا ده كلامهم هم، وأنا بستخدمه ضدهم أوكي في الأرجمنت بتاعتي. فيبقى فايدة الزرار ده إن هو يرتب الآيات حسب النزول، وهيبقى ليا كلام معاكم بالزرار ده تاني إن شاء الله لما أعمل لكم الفيلم القادم اللي أنا كنت ناوي أعمله في الأسبوع الويك إند ده، ما قدرتش برضه لضيق الوقت عشان بمناسبة إصدار النسخة التانية الإصدار التاني لكتابي أحاديث شيطانية. وكنت عايز أكلمكم عن بعض الأحاديث، منها أول آية وآخر آية، لأن في شخصين دايما يطلعوا يردوا على الناس اللي زينا، زي أنا مسميهم سوسو توتو، ما أعرفش هم اسمهم إيه بالظبط، بيطلعوا ده دمهم تقيل جدا ويتريقوا على إسلام البحيري أو سيد القمني، أو مع إن سيد القمني كان عندهم حق يتريقوا عليه فيه، وأيضا ما على مثلا أحمد عبده ماهر. فأنا عايز اوريكو في الفيلم القادم ازاي تردوا على الناس دي، حتى لو هم جم بارجمنت بتثبت خطأ الارجمنت المقدمة. يعني مثلا احمد عبده ماهر جه وقال، او انا او اي حد فينا، انتوا بتقولوا دي اول آية وفي مكان تاني بتقولوا دي اول آية، هم جم برد وقالوا لا انتوا سوري مش فاهمين الفرق بين الاحاديث وغلط كلامكم ده والمقارنة خطأ لان كذا وكذا، كلامهم هنا صح، لكن بالإضافة لأحاديث تانية هنقدر نثبت إن كلامهم اللي هو مبدئيا يبدو صح يطلع غلط. العملية مش سهلة مجرد إن إحنا نجيب حديث وحديث تاني ينقضوه وخلاص، لأن هم مش هيقولوا أنت عندك حق، لا هم هييجوا يردوا ويثبتوا كلامك غلط، فأنت لازم تكون جاهز برد تاني. وإن شاء الله ده هيبقى الفيلم القادم ليا معاكم، فيلم هيبقى طويل شوية عن أكسس قرآن وكتاب أحاديث شيطانية. وعلى النود دي أسيبكم على خير، سلام عليكم.